أنت مهم، أنت كإنسان لم تخلق عبثاً، وجودك في الكون له سبب، فما في إنسان يستقل من نفسه أو يحس أنه ما له دور في الحياة أو أنا مين، أنا ماشي على هامش الحياة. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون، كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. يعني إذا أنت خرجت من الكرة الأرضية دي، كل منظومة الكون حتتغير، مجريات الأحداث حول الكرة الأرضية كلها حتتغير. ليه؟ لأنه كل الكون متصل، كلمتك، فعلك، حركتك، كل ذرة عمل تقوم بها تؤثر على الكون، ووجودك له هدف، سواء أنت فهمت الهدف ده ولا ما فهمته. ولكن لما الله قرر أنه يخلقك، خلقك لهدف وسبب. استشعار هذا السبب هيغير تعاملنا مع الحياة. واحدة من أعمق الأسئلة الواحد ممكن يسألها علشان يكتشف كلاكيعه وعقده النفسية، سؤال: من أين تجد قيمتك؟ طبيعي جداً كل الناس، هذه فطرة، يحتاجوا أنه يشعروا أنه لهم قيمة، ولكن اختلاف الناس هو باختلاف مصدر هذه القيمة. بعض الناس يجد قيمته في شكله، عضلاته، أو في شكلها، بعض الناس في السيارة اللي يقتنيها، أو في حجم البيت اللي يسكن فيه، رصيد حسابه في البنك. بعض الناس يجد قيمته في ثناء الناس عليه، في عدد متابعيه في السوشيال ميديا، في عدد اللايكات. بعض الناس يجد قيمته في مركزه الوظيفي مثلا. كل واحد مننا عنده مصادر كده يحس نفسه بسببها أنه له قيمة. لما تعرف مصدر قيمتك هتعرف أنت متعلق بإيش، وإذا الواحد عرف هو متعلق بإيش فعرف مرضه فين. ومعرفة المرض هي أولى خطوات العلاج، لأن الواحد لما ما يكون عارف أصلاً أنه مريض أو عنده مشكلة ما هيتعالج منها أصلاً. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل، أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. وأنا دائماً كنت أقول مثلاً كنت أدخن زمان، ودخن 13 سنة وجلس 10 سنين أحاول أبطل، 10 سنين أبطل، أرمي البكت 3 أسابيع أرجع تاني أدخن. لولا الأمل إنه في يوم من الأيام حتفك، كان عندي أمل ويقين ما كنت بطلت. من الظلم أن نحكم على السمكة بناء على عدم قدرتها على الطير، ومن الظلم أن نحكم على الطير لعدم قدرته على السباحة في داخل الماء. لكل مخلوق قدرة ولكل مخلوق موهبة. هل تعرف إيش موهبتك؟ كنا تكلمنا زمان عن قانون اللا تعلق، انه من اهم اسباب السلام النفسي انه الواحد يقلل من تعلقه بالاشياء والناس. وبما انه الانسان طبيعي انه يحتاج ان يجعل لنفسه قيمه، فالعلاج انه يحول هذه الحاجه من قيمه متعلقه بالاشياء والناس الى قيمه متعلقه بالله. فبدل ما تجد قيمتك في رصيدك في البنك، حول هذه القيمه الى ايوه طلب الغنى، ولكن من اجل انه هذا المال سيسمح لك انك تسوي خير واحسان. هدفه انك انت قاعد تحسن في الجسد الذي استأمنه الله عندك كامانه. بدل ما تجد قيمتك في العضلات وفي الشكل، حول هذه القيمه الى قيمه الصحه والى مبدا ولجسدك عليك حق. بدل ما تجد قيمتك من عدد المتابعين وعدد اللايكات في السوشيال ميديا، فحول هذه القيمه الى ابتغاء ان تذكر في الملأ الاعلى، فاذكروني اذكركم. الملائكه تجوب الارض وتبحث عن الذاكرين لله والذاكرات، فالواحد يبحث عن متابعه الملائكه بدل متابعه البشر. وهكذا كل واحد مننا يكتب من أين يجد قيمته، ويحاول أن يحول هذه المصادر إلى مصادر متعلقة بالله، وهذا هو الإخلاص. من أهم الوسائل تخلي الواحد يلاقي شغفه أن يجرب هوايات كثيرة. لا يمكن أن تبدع في مجال لا تحبه، يمكن أن تنجح ولكن لا يمكن أن تبدع. موهبتك هي جواز سفرك للنجاح. حاول تجد قيمتك في أنك تطبق مبدأ من مبادئ الله سبحانه وتعالى. لما تكون صادق فتشعر بقيمة أنك صدقت، لما تكون أمين. أنا طبعاً عبر السنين عديت بمصادر قيمة كثيرة، أحياناً كانت سيارتي هي مصدر قيمتي، أحياناً الاهتمام بالمال، أحياناً ثناء الناس والمتابعين. وسبحان الله كل ما أجد نفسي متعلق بهذه القيم كنت ألاقي نفسي تعبان نفسياً وغير مرتاح وبعيد جداً عن السلام الداخلي والارتباط بالله. فأصبحت من كذا سنة واحدة من أهدافي أن أقلل من هذا التعلق وأن أحول القيم هذه إلى قيم أخرى مرتبطة بالله وبالمبادئ.
فاليوم من أكثر الأشياء اللي تجيب لي قيمة أني أقلع عن ذنب معين أو أحسن من عيب معين أو أبدأ عادة حسنة جيدة في حياتي، وصرت أشعر بهذه القيمة بغض النظر الناس عرفت عن اللي سويته أو ما عرفت. يعني أصبح مصدر القيمة داخلي وليس خارجي، وهذا مبدأ مرة مهم. فالواحد يحاول أن يكون كل المصادر التي تجذب له قيمة مصادر داخلية تحت سيطرته وليست مصادر خارجية بيد الناس، لأنه إذا قيمتك بيد غيرك هذه مشكلة. الواحد حيعيش تحت رحمة الآخرين، وهذه حياة قمة الاضطراب النفسي. فإذا الواحد سيارته الفارهة راحت أضايق، وإذا قل متابعينه اكتئب، وإذا لم يحصل على ثناء الناس حزن، فهذه معادلة للاضطراب النفسي. في مقولة تقول: إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. واحدة من أهم معادلات النجاح في الحياة: E plus R equals O. E environment, R reaction, O outcome. المحيط زائد رد فعلك لهذا المحيط يساوي النتائج. توجد نماذج كثيرة استطاعوا أنهم يحصلوا على نتائج إيجابية بسبب ردود أفعالهم الإيجابية في وسط المحيط المحبط اللي هم فيه. الخلاصة أن المصائب إما أن تعييك أو تحييك.